وخرجوا للناس. ربما السؤال ديالي اللي وجه في السيد ما فهمش لما يعني حصل. انا كنقول بما ان هاد المطالب هذه جايه بها الدوله غادي ديرها، علاش هاد الكم الهائل ديال العسكر هنا في المنطقه، رغم ان لمده 6 شهور الناس يعني كيحتجوا بسلميه، الناس كيخرجوا بالعكس، هما كيحافظوا على الممتلكات. هذوك اللي ضربوا الامن وحاجه في الفيديو هما اللي بداوا. لا اسمح اسمح لا اسمح حنا اسيدي الوالد، الا كان شي واحد أدا رجل الامن فهذيك تما انتما السلطات او القضاء اللي كتقولوا مستقل، هو كيخصو ياخذ الاخر. اما الاحتجاج بسيط، خارج السيد كيحتج وتجي القوة تقنعو، راه هذا يعني استفزاز. الفيديو واضح، الفيديو واضح جدا. الناس جالسين الارض كيحتجوا بسلميه، جاو البوليس ما مزيرين على السيد في الارض. واحد القانون ديال المغرب والعالم كله، الطريق ما يمكنش واحد يجي الطريق على مواطنين اخرين بلا ما كدار واحد المسطره واحد الاشعار. كاين قانون، هذا هو اللي راه ما يمكنش. علاش حنا كنجيو نقول لك اوروبا فيها وفيها وتطبق القانون في اوروبا؟ لا 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 الشارع قدرو قدرو العالم كله. لا لا ما قدرو ما كيتمشاش فيه بنادم. المهم بغض النظر هذه حاجه، الوزاره بحال براسها كنجيو في السؤال الخمار. قول لي علاش اللي المطالب اللي قالوا الناس المطالب كذا، علاش نفس المسائل اللي كاينه في المقصود في خدمات سيدنا في 2000 بهذه المناره هذه، علاش ما تبدلاتش؟ جاو على اساس انها مطالب جديده وهي مطالب امر بها سيدنا الله يرحمه، والناس تعطلوا في التنفيذ ديالها. يجي يقول علاش تعطلوا لوكاش باش الحريق؟ حنا ماشي كنقولوا حنا ماشي كنقولوا ان المشروع ديال منارة المتوسط سلبي، العكس حنا كنقولوا فيه ما هو ايجابي، والعكس الا كان يحركنا المدينه اكثر. حنا كنسالوا سؤال واحد، الناس وطنيين وحنا يعني بلاد وحده، والعكس راه كنقولها وغنقولها في المكان، حنا راه وطنيين اكثر على الناس اللي كيدعيو وكيقولوا على اساس اننا حنا انفصاليين. حنا راه وطنيين اكثر، علاش؟ لان التاريخ ديال جدودنا هنا كنسال السيد الوالي، وكان انا عندي سؤال بسيط غادي يمشي بحال هكا، علاش هذا الكم الهائل ديال القمع هنا، ديال القوات القمع هنا؟ علاش؟ واش اللي كانوا هنايا ما يقدوش؟ واش اللي كانوا هنا يعني ما كانوش يعني زعما يقدوا يعني مثلا يخرجوا وينظموا الشارع او لا يفرقوا الاحتجاجات؟ راه بزاف. اش كتقول بين هذا واحد الناس ديال الامن مشى للسبيطار ولو واحد سيفيل قاس؟ ولو واحد سيفيل قاس؟ نهار الجمعه ولو واحد قول لي واحد هنا جبدوا لي تقاس 41 واحد وفيهم الناس اللي مشاو لهيك على اي سيدي الوالي. سيدي الوالي هنا نقطه لان اسمع سيدي الوالي، مواطن بسيط كنحاول يعني نعم، لان حنا كنعيشوا في بلد الحمد لله مستقر وداك الشيء، ولكن ملي كنشوفوا بعض السلوكات يعني شكون فين باغين يوصلوا هذه البلاد هذه؟ فين باغين يوصلوا هذه البلاد هذه؟ لان نفس المشكل اللي وقع هنا للاخ ناصر الزفزافي والاخوه النشطاء هنايا نهار الجمعه وقع في فاس، ولكن ما دار معاهم حتى شي اجراء، في فاس بحال الاجراء اللي دار معاهم هنا. الناس في فاس في 2016 ناضوا وقفوا الخطيب وخرجوا على برا، ما دار معاهم حتى شي حاجه. ولكن هنا في الحسيمه واش كانت الدوله او لا كان يعني الوزاره الداخليه ككل كانت يعني غير كتقلب على السبه باش تنصف الحراك؟ واش كانت يعني كانت الخدمه بغينا الخدمه في هذا بغينا يعني غير باش ها هنا فين كنتسائلوا؟ الا كان نفس المشكل، الا كنا حنا مغاربه وكتعاملونا كدوله، كتعاملوا معنا سواسيه كما صحراوي كما ريفي كما جبلي كما رباط، الا هيدا هنا غاكيتسنا خويا مولانا. الفوسه ملي داروا هذا المشكل هذا ما درتوا معاهم حتى شي حاجه، الدولة ما دارت معاهم حتى النيابة العامة ما خرجت لا بيان اعتقال لا والو، ولكن بمجرد أن ناشط ديال الحراك ناض في الجامع نورمال، ذاك الفقيه هذاك كان عليه يدير الخطبة على رمضة، ما يديرش الخطبة على الفتنة وما نعرفش شنو كيتهم الحراك بالفتنة.
هنا ما درتو اجراء فاس ما درتو معاهم حتى شي اجراء ولكن جيتو للحسيمه وخرجتو بيان وانا ما كنتهمكش انت شخصيا انا كنهضر على الوزاره الداخليه خرجت بيان وما نعرف يعني اعتقلوا الاخوان الى دار خطا مثلا نقولوا مثلا دار خطا سيد واحد دار نصير زفينا خرج الفقيه ولا قاطع الفقيه هنا كاينه جنحه ولا جنايه كما فصل 221 الا كان هنا هو ارتكب واحد كيفاش بغي هو علاش نشدوا المشكل علاش غنشدوا النشطاء كامل تسمعوا ليا ولا غادي تسمعوا ولا دابا اول شيء وزاره الاوقاف السيد وكيل القضاء الحجاب القضاء باش نحيد باش ما يكونش واحد ثاني شيء الله يجزيكم بخير اللي بغينا نوقع على شي الظاهر العسكري كلشي كلشي ولا كيف في القانون دين واحد انا خصنا احنا الا كنعتبروا المغاربه احنا المعلومه كوالي مكنش هضر انا ما مطلعش مش بوضع الامام هذي ليش هضروا فيه يقول في هالشي اللي قلت لي علاش وقع الناس عاش وقعوا باش واحد اللي هما يمشوا الى وجب واحد لأنه مشروع عنده واحد ما مشروع كل شيء الناس من دوك يضربوا تبه هذا الأمن الله يجزيك من الأستاذ السوبر مانجلو أيه ما هذا الأمن أنت تضرب عليه بحال شيء حاجة خارجية هذا كلام غير ما هذا زايد دايم شو مقارنة مقاربة كيف توصل الدواء كيف وجايين باش حماية المواطن ماشي اللي قمع المواطن حماية المواطن علاش كيقمع المواطن رمضان ويديو اخويا هادشي اللي كيتساب ديال هادشي سي دوالي غنقطعك هنا كما قلتي راه دوك الناس مواطنين والاخر راه اكبر هذه الدوله كيخصها تعرفها راه اكبر داخليه حاليا وهو اننا كتحسسنا حنايا الريافه هنايا في هذه المنطقه هذه كتحسسنا الريافه هنايا ماشي مغاربه كنقولها وكنتحمل فيها المسؤوليه لان علاش كتمشي دابا يقدر شي واحد دابا يمشي للكوميساريه يشكي اين فوا تدخل للكوميساريه يقول لك مشي عند النصير الزفزافي واش انا في دوله في الدوله يعني عندها مؤسسه دابا هنا لا ما السري راه كلمه اقول يشتغل راه تشتي مسمى معقول هذه محضره الصابره ما نبقاوش نحسوا بهم حنا لان حنا من بعد 58 59 من بعد 84 من بعد 2011 من بعد عندي واحد راه عندنا راه مكوين الداخل ديالنا يعني هنا نتوما كيخصكم تتعاملوا معنا هذه المنطقه سيرتو كما كتعاملوا مع الصحراء كيخص الدوله كتعامل مع هذه المنطقه هذه بواحد الحساسيه غتعامل مع المواطن ما تحتقروش ماشي يجي لعندك البوليسي كيجي لعندك كيقول لك ولد اسبانيولي راه حنا ما كنهضرش عليك شخصيا انا سيد واحد انا كنهضر بصفه عامه على عندي واحد الاقتراح هذا النقاش قلت لي بغض النظر شكون اللي عنده الحق شنو قلت لي بو 5-10 هذا المطلوب هذا كاين هذا ما كاينش اش كنقول اش كان اش كيقول القانون جيب الخبير الفلاني اش كيقول في هذا الشيء هذا شوفوا ما خصكمش تهضروا على الناس ماشي كيهضروا في القهوه راه مش شو انا ساعه انت الغواد حنا على شدوا ديك الدراري علاش حزنوا الناس كامل يحزنوا معاهم المغرب كامل تحزن معاهم اي شي شغله زعما ديال القاو واحد النقاش هادي شوفوا خمسه الناس واحد يقول كل شيء بدون شروط بدون تقييد انا مستعد السيد الوالي هذه نقطة اللي كيخص يعرفها لا السيد الوالي ولا الحاشية ديالو ولا الوزارة الداخلية ولا الدولة ككل أن الناس ولا الشعب هنا في الريف راه كيهضر بلسانهم وراه كيهضر بلسانهم النشيط السياسي والنشيط الحقوقي أو المناضل الشاب ناصر السبزافي هذا لو كان
لو كان تيونا كامل يحصلونا كاملين طحوا لنا المعتقلين الله يرحم والدينا ساعة تول صافي طحوا لنا المعتقلين ولا كاملين غنموتوا صافي هادشي اللي غنقول احنا ما نرجعوش للوطن غير الدراري شي والله دايرين يومي يهضروا على هذا الشيء انت باقي كتهضر صح شوف انا بغينا نهضروا عليه من احنا بغينا الملك علينا خوتنا غادي تخوتنا ولا غادي نموتوا غادي نموتوا حنا كاملين ولا حتى نموت انا غادي نموتوا ولا غادي نموت غير المتحصن علاش عشان تخلصوا من الزاد بلا تخلصوا سيدي ديالو يا سيدي